في باب الفقه شيخنا، قبل أن نستعرض كتبنا وغير ذلك، اليوم عندنا مدرستان في درس الفقه شهيرتان، الأولى المدرسة المذهبية أن يأخذ متنا في مذهب فيدرسه، والأخرى المدرسة التي ما أدري يعني ماذا أسميها، لكن لا مذهبية، التي تعتني بإما بكتاب من كتب أحاديث الأحكام أو بشيء من هذا القبيل وتنطلق في باب الفقه. هل ترى المدرستين تمثلان طريقين صالحين للتفقه أو لا بد من؟ لا، بالنسبة للتفقه اليوم لا بد أن يكون بالمدرسة الأولى المذهبية، والمقارنة تقليد هذا والاختيار. نعم، التقليد فرض على من هو عاجز عن الاجتهاد. وبالنسبة للمدرسة الثانية هي عبارة عن توسع في أدلة الأحكام فقط. ما الحكمة بالبدء بهذا فيحفظ الإنسان قولا ثم يكتشف أنه مرجوح فيما بعد؟ ما يضر لو حفظه هو مرجوح، لكن يحفظ الراجح من الأصل ويرتاح. من الذي سيختار له الراجح؟ هو يقرأ في النصوص وفي لا، هذه ما ترجح لديك أنت ازداد بصوت واحد. قد يكون تلميذك أو ابنك يترجح لديه خلافه، وهكذا، وهذه سنة الله. لكن مولانا أي مذهب كان هو في النهاية آراء واجتهادات لصاحب المذهب. نعم، المذاهب لا تكون إلا والله عز وجل لم يوجب على أحد أن يتعبد بفهم أحد، لا، وأن يتبع فهم أحد. أوجب على الناس أن يرجعوا إلى أهل العلم فيما جهلوا، فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن كان شيخ أوجب عليهم سلوك طريقهم، فقال واتبع سبيل من أناب إلي، وأوجب إليهم الرجوع إليهم عند الاختلاف، فقال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكل هذا يهمله الذين يريدون التخلص من. طيب يا مولانا، إذا كان لي شيخ أنا أصلا أقرأ عليه وهو من أهل العلم وله نظر في الآيات والأحاديث والاستدلالات وكذا، ما المانع أن أقرأ معه متنا من متون السنة في حديث الأحكام أو كذا وأتلقى منه، فأكون قد نظرت الحكم بدليله من البداية؟ قد ذكرنا ذلك أصلا مطلوب، لكن في علم آخر غير الفقه، هذا علم أدلة الأحكام وهو علم مستقل، وأنت ستكون فيه مقلدا لهذا الشيخ فقط. صحيح، بدل أن تقلد مالكا وأبا حنيفة والشافعية وأحمد تقلد هذا الشيخ الموجود. لا، لكن هذا يقول وهو يقر بأن مستواه لا يصل إلى شعرة في هذا، يقول لي الحكم ودليله، لكن في كتب المذاهب المتون تقرأ المتن كما هو، المتون هي أنواع كما هي، هي أنواع وطرق التأليف فيها ستة، فيها ما يذكر لك فقط قولا واحدا دون ترجيح ودون استدلال، وهذا المختصرات، ومنها ما يذكر لك الخلاف داخل المذهب قولين فأكثر، ومنها ما يذكر لك الخلاف مع الاختيار اختيار الدليل مع الترجيح، ومنها ما يذكر لك الأقوال وأدلتها ثم يرجح، ومنها ما يقارن المذاهب كلها مع أدلتها. يعني طبعا أتكلم على متون البداية المذهبية التي يبدأ بها الإنسان بالتفقه. متون المذهبية لا بد من، هي درجات سهلة من السلم، لا يمكن أن يصعد الإنسان إلى على السلم قبل المرور بها. ولكن المجتهد شيخنا قد يصيب وقد يخطئ كما تعرف. صحيح. والمعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فنحن الآن نحمل الناس على أن يقلدوا هؤلاء غير المعصومين، ونصرفهم مرحليا إلى أن ونصرفهم عن المنبع. لا، ما صرفناهم، نحن ذكرنا لا بد أن يدرسوا هذه العلوم الأخرى، علوم السنة والحديث. إذا قدموا كلام البشر على كلام سيد البشر، نعم، ليفهموا كلام سيد البشر، لأنهم لو لم يفهموا اللغة لما فهموا كلام سيد البشر. اللهم توافق على أنهم يقدمون مردات اللغة والنحو على دراسة الحديث والتفسير، صح ولا؟ صحيح. فلذلك هذا من كلام البشر، وأيضا بعضهم كلام كفار البشر وضلال البشر. الملك الضليل تقدم قراءة كلامه على كلام. طيب، هذه عبارة، لكن عموما لا بد أن نفهم هنا أن الاجتهاد مطلب، ولكن ليس كل طالب إلا هو يناله، وأن دراسة الكتاب والسنة هو المقصد، وكل ما سوى ذلك وسائل، وهذه الوسائل لا بد منها ولا يستغنى عنها. لا يمكن أن يفهم الإنسان الكتاب والسنة ويتوسع في فهمهما ما لم يكن له حظ من هذه العلوم، وهذه العلوم هي الخادمة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، والآن الكثير من الذين يرغبون عن المذهبية ويذهبون إلى شيخ حي مثلا، نعم، يقرؤون عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، سيكون لا يقرؤون عليه حديث رسول الله، لا يأخذون آراءه هو، لأن الحديث لا يغطي هذه المسائل. طيب، فيقول قال الشيخ الفلاني كذا، فيصبح الشيخ الفلاني حكما على الأئمة المجتهدين، وهو يقر بأنه لا يصل إلى أي شيء من فضله. مما قيل في هذا الجدل في هذه المسألة قول أحدهم أحكام الإسلام من السهولة، بحيث
لا تحتاج إلى تقليد أحد ولا إلى تمذهب، وقد كان الأعرابي يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفهم الإسلام في دقائق وينصرف، وأنتم جعلتم متون ودراسة طويلة. بالنسبة هذا الكلام بذاته فيه مجازفة كبيرة. لما؟ الأعرابي لم يكن ليفهم الإسلام، بمعنى أن كل أعرابي لقي النبي صلى الله عليه وسلم لو دعوناه الآن لا أفتانا في كل نوازلنا ومسائلنا، أفتانا لا اللي فهم الإسلام لنفسه هو وتعبده، لا فهم الإسلام بمعنى أركان الإسلام، أركان الإسلام الخمسة أيوة فيما يتعبده هو منها، لكن جزئياتها لا. الأعراب الذين أتوا ليس معناه أن كل أعرابي منهم، ولكن كيف يصلون وكيف يصومون، كيف يصلون فقهوا كيف هذا كله في دقائق، لا يعرفونه من خلال الممارسة، ليست الدقائق كافية، من خلال الممارسة، وبعضهم يأتي وقد بلغه رسله كما قال ضمام بن ثعلبة. نعم. فرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أتوهم وسكنوا بين ظهرانيهم وعلموهم هم الذين أخذوا منهم هذه، فجاءوا لتصحيحها وعلو رتبة الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوا منه. مالك بن الحويرث وأصحابه مكثوا مع النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا حوالي 20 يوم، لكن كانوا أذكياء ولازموه، هو أراد أن يعلمهم أخذوا عنه. نعم. غيرهم من الذين لازموه مدة أطول تفقهوا أكثر، مثل أبي هريرة رضي الله عنه الذي لازمه 3 سنوات تفقه أكثر، وكان يبعث عليه السلام أصل الصحابة. التاب بن أسيد لازمه 14 ليلة فولاه على الإمامة والخطابة والمسجد الحرام والقضاء والولاية، تفقه في 14 ليلة 14 ليلة، لكن مع ذلك حد الفقه سهل الذكاء، وهذه فيه معجزات أيضا، ليس هذه فيه معجزة. ولذلك يقول المولود رحمة الله عليه نور به عن تهج صحبه غنيت وغير أصحابه منا وحا وهجا. فأبو هريرة ما حفظ لأنه يقرأ مثل ما نقرأ نحن ويكد دينه، بل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبسط طيب ثوبه فحثى له في ثلاثة وأمره بضمه. وقت انتهى، لكن هذه فقط عبارة سأختم بها. أحدهم يقول واعلم أن الأخذ بأقوال العلماء وقياساتهم بمنزلة التيمم إنما يصار إليه عند عدم الماء، فإذا وجد نص من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم فالأخذ به واجب لا يعدل عنه إلى أقوال العلماء. هذا الآن خطاب لشخص في الصحراء قبل أن يحفر بيرا وهو واقف على الأرض، أيوة، ويقال له لا تحفر البير حتى لا تتيمم، بل احفر البير أولا حتى تصل إلى الماء. متى يصل إلى الماء في حفر البير؟ لطيف، هذا كافٍ الجواب. أكرمكم الله شيخنا.